بسم الله الرحمن الرحيم. نكملوا دائما مع شابيتر نيميرو 3 لي ديود اي لي سيركوي ا باز دو ديود. لي دو ديرنيير سيونس هضرنا على لو ريدريسمون وهضرنا ثاني على الفيلتراج. قبل ما نبداو لو ريدريسمون هضرنا على واحد لا بروبليماتيك هي كالتالي. قلنا بلي لي سورس ديليكتريسيتي اللي عندنا ا دوميسيل لا ناتير تاعهم هي اسي سينوس، عندهم اون فالور افيكاس 220 فولت اون فريكونس 50 هرتز. مي لي زيكيبمون و لي ديسبوزيتيف الكترونيك لا بلوبار يخدمو ولا يحتاجو اون تونسيون كونتين، تونسيون دي سي كونتين. بون تقدر تكون 5 فولت 3.3 فولت 12 فولت 24 فولت كل ديسبوزيتيف وكيفاش. قلنا هاد لوبيراسيون يدير لا كونفيرسيون دان سينيال ا سي اون ان سينيال دي سي سموها ريدريسمون. شفنا ريدريسمون دوبل الترنونس وين كان عندي ان سينيال سينوس ا سي ولا ان سينيال سينوس دي سي. دونك هذايا ريدريسمون دوبل الترنونس. دونك تحصلت على ان سينيال دي سي، مي هاد سينيال دي سي مازالو فيه دي زوندولاسيون، علاش لا فونكسيون تاعو مازال سينوس. الهدف تاعي انايا نوصل لان سينيال كونتينيو ولا طونسيون داليمونطاسيون كونتينيو. مور ريدريسمون تعرفنا على الفيلتراج، شفنا وين مور. بون قبل ما نروحو للفيلتراج لو ريدريسمون درنا ا باز دو ديود. دونك شفنا سيركوي ان بون دو 4 ديود بيهم تحصلنا على هاد السينيال دي سي سينوس. مور لو بون دو ديود تاعي زدنا ان كوندونساتور. قلنا الكوندونساتور لو رول تاعو الفلتراج، الفلتراج معناتها يسوبريمي لي زوندولاسيون ويخلي لي اون طونسيون قريبه لا طونسيون كونتينيو لا كومبوزون كونتينيو. ابخي الفلتراج شفنا بلي نتحصلو على سينيال على هاد الشكل. دونك هاد السينيال إلي دي سي، لي زوندولاسيون سون مينيميزي مي فيه دي فليكتواسيون. دونك لي فليكتو توجور سولو ان شونجمون دو طونسيون سموه دلتا في. دونك عندو اون فالور ماكس اون فالور مين فليكتيو ما بيناتهم. دونك حنا الهدف تاعنا تحصلو على سينيال كونتينيو كيما قلنا. دونك اليوم نلحقو تروازيام ايتاب ولا تروازيام مونتاج اللي هو لا ريغولاسيون. دونك بلا ريغولاسيون اون ايساي دوبتينيغ اون ايساي دو سوبريمي le minimiser les fluctuations pour obtenir un signal continu. Donc, allez, connaissez-moi la régulation. Donc, on t'arrive à la circuit électronique, les délais de l'opération. Donc, on a le chapitre de l'analyse des diodes. Donc, l'élément de base, le composant de base utilisé pour les circuits de régulation, c'est une diode. Mais c'est une diode qui est un peu spéciale. C'est moi la diode Zener. Donc, c'est la diode Zener. Nous allons nous faire un peu. Je vois qu'il va dire l'opération de régulation. Donc, je vois la courbe et en fonction de vitesse.
وهذا لاكور شفناها قبل في لي ديود ستوندار بريمي كور بريمي كور تاع ثروازيام شابيت. Polarisation directe, comportement comme une diode standard. Mais l'idiode zener, il y a la polarisation inverse. Donc la courbe de Hadi est là. لي ديود ستوندار في الكور قلنا باللي هنا قلنا رانا في النيجاتيف هنا قلنا بوزيتيف هنا بولاريزاسيون ديريكت هنا بولاريزاسيون انفرس قلنا في لي ديود ستوندار ا شاك فوا لو كان نزيد لا طونسيون في تاعي لو كان ديباسي اون سيغتان طونسيون سميناها لا طونسيون دو كلاكاج l'anglais breakdown. Donc quand dépasse cette la tension breakdown, la diode tae, ça risque باش تنحرق. هذا في ديود ستاندار. مي في ديود زينر هذا لهاد لا كاركتير هاد لا كاركتيرستيك تانا نعتبرها ان افونتاج اللي يعاوني في لا ريغولاسيون. كي نحقق اون سيغتان طونسيون ا شاك فوا نزيد في الكورون دونك عندي هنا اون فالور دو كورون مثلا I0 avec une tension V0 une valeur de courant I1 avec une valeur de tension V1 I2 bon, tout le monde de la tension tout le monde de courant il n'a pas la diode tout le monde de la tension tout le monde de la courant دونك هنا عندي فالور اي 3 تقابلها اي 3 دونك لا طونسيون تزيد دونك هنا كل ما نزيد نطلع في الكورون لا فارياسيون تاع لا طونسيون تنقص دونك هنا تسمى هادي هادي في كا تاعي دونك شوفوا لاحظوا هنايا لو ديكالاج اونتر في 0 اي في 1 والديكالاج ما بين V3 et V4. Pour un courant I5, la tension V5 va donner presque une tabqa avec la tension V4. Donc, à partir d'une certaine valeur de tension, quand on utilise le courant, la variation de tension devient négligeable. Contrairement ou chiffre neuf l'idiote standard qui dépasse une certaine tension la diotéite n'a rien donc c'est pas le cas l'idiote zéna donc la fonction c'est moi la fonction de régulation maintenant à la tension théa est constante malgré que il y a un changement de courant et comme le courant la tension toujours pas de l'âme donc la caractéristique de la diode zéna soit qui va s'installer là les circuits de régulation. كيفاش نستغلها باش نحول هذا السينيال الى سينيال كونتينيو اسكو راكم معايا ولا لا شكون اللي مش فاهم حاجه كل عنده سؤال عاودنا برك لا كيسيون تاعك مسيو قلت لكم دوكا تعرفنا على ديود زينر بون سيمبول تاعها دونك هذا السيمبول تاع ديود زينر تعرفنا على الكاركتيريستيك تاعها قلنا باللي اون سانتيغاس بار لو ريجيم انفيرس ولا بار سا بولاريزاسيون انفيرس معناتها كونتخيرمون على لي ديود ستوندار اللي شفناهم لحد الان
تهمنا لا بولاريزاسيون ديريكت تاعهم، قلنا ديود ستاندار تكون بولاريزيون ديريكت معناتها في تاعها كبيره على طونسيون دو سوي، دونك الي باسون. العكس تكون بلوكي. دونك في ديود زينر قلنا تهمنا لا بولاريزاسيون انفيرس، دونك هذه لا زون دوبيراسيون اللي تهمنا. قلنا باللي ثاني كونتخيرمون على لي ديود ستاندار، لورسكو لا طونسيون انفيرس ديباس اون سيرتان فالور، لا ديود تاعي ما تخسرش ولا ما تحرقش، ما يصالها والو. بار كونتر ال غاست ولا اغارد اون فالور كونستانت مالغري لو شونجمون دو لا فالور دو كورون. شفنا باللي او ديبي ديمارينا اون فالور اي زيرو تبدل لا طونسيون ولات عندي في زيرو، اي ان تبدل لا طونسيون، اي دو لا طونسيون تبدل. À partir de certaines valeurs, la tension ou les variations de tension devient négligeable. On a la fonctionnalité de la diode, c'est fonction de régulation. Qui va s'installer de la fonctionnalité ou de la caractéristique? C'est la problématique. La problématique est qu'on a qui va s'installer un signal qui est installé après filtrage, donc les chiffres de la signature, qui va s'installer avec une diode zener. ونتحصل على سينيال كونتينيو. دونك هذا هو واش نحوسو نديرو في هذا الكور تاعنا. دونك لا ريغولاسيون تاع لا ديود بو اتر استيمي بار لا غروندور دي في سور دي اي، ولا نقدر نقولو دلتا في سور دلتا اي. دوكا السؤال تاعكم، سؤال اللي نعطيه لكم، في رايكم انتوما هاد لا ديريفي ولا هاد لو رابور دلتا في سور دلتا اي، اسكو مادا بيا يكون بوتي ولا مادا بيا يكون امبورطون بارابور ا لا فونكسيون دو ريغولاسيون؟ Donc pour un changement, pour un petit changement, delta I ou le DI, combien la tension varie? Donc, avec le rapport, ou avec la dérivée, par rapport à la fonction de régulation, il y a un peu de temps, ou il y a un peu de temps. دونك حنا ماذا بينا لا طونسيون تبدل على الراديو تاعنا. ايه باش لا لازم تكون ثابتة لا طونسيون. حنا واش قلنا في لاكورب هادي؟ قلنا او ديبي لا طونسيون تاعي كانت تبدل مع الكورون، تبدل افيك ان شونجمون كونسيديرابل. ا بارتيغ دون سارتان طونسيون لي شونجمون دو طونسيون دوفيان نيجليجابل. On a la tension tous les constantes, malgré que le courant est tout mais la tension, la variation de la tension est très petite. On a dit la fonction de régulation. Donc, là, on va dire sur delta V sur delta E. Hel, nous nous sommes là, nous sommes là, nous les conserver. Bien sûr, les amis conserver. Alors, nous avons bien quitté le courant. Même si on a un changement de delta E, même si on a un changement de delta E, nous avons bien delta V, qu'on a un zéro. Donc, même si tu veux le courant, la tension est presque la même. Le changement est conservé. Pour une diode zener idéale. Je vais la régulation, mon ami. Je vais vous expliquer la courbe. Non. Pour une troisième fois. Donc, on dit la courbe est une fonction de V. On a dit, c'est la courbe est une fonction de V à la diode zener. On a pour une diode zener, on s'intéresse pour sa polarisation inverse. On a chaque fois, la diode a un courant, le courant va avoir une tension. Il va avoir une tension. Donc, pour un courant I0, la diode va confier une tension V0. On a un courant I1, il va avoir une tension V1. Un courant I2 partage une tension V2, ainsi de suite.
On a à partir d'une certaine tension, on a à partir d'une certaine, on a à partir d'un certain courant, qui nous l'insite fait le courant, les changements de la tension, ils sont négligeables. Là, on a ce maintenant. Donc, quand il y a la courbe telle, on a un certain courant, pour un certain courant I3, donc, on a un courant, on a une tension V3. Pour un certain courant I4, qu'on a une tension V4. Donc, on a l'arbre. Le décalage entre V3 et V4, ce mot delta V, devient très petit. Par contre, début entre V1 et V2, c'est important. Donc, on a une valeur I5. V5. Ici, c'est neuf chiffres. Donc, nous voulons les coulements de courant. L'attention. L'attention. Donc, là, je mets le gaz. Mais le changement de taille est très faible. Ou là, minimum. Donc, c'est la caractéristique de la diode. Donc, le sujet est là. Ou là, je vais vous donner un peu de la séance. Comment exploiter cette caractéristique de la diode pour établir ou là, pour réguler la tension obtenu dans la dernière séance, il y a obtenu à partir d'un circuit de filtrage qui va jouer la fonction ou là, qui va jouer le signal filtré Donc, on a qui va comment exploiter la caractéristique de la diode Zener pour transformer ce signal à ce signal. Continue. On a la régulation de la diode Zener, ou la fonction de régulation de la diode Zener est caractérisée ou est estimée par le rapport entre delta V sur delta I. Maintenant, pour un changement delta I, la tension delta V ou la variation delta V est de combien? Par rapport à la fonction de régulation, nous avons le rapport delta V sur delta I. Donc, delta V. Donc, nous avons delta V sur delta I. Il compte bien. Ou il compte rien. Faire avec comme tout le monde. Delta V est consoeur. Delta V est consoeur. Donc le rapport delta V sur delta I, delta V est petit. Donc on a un mini. Même si il y a changement de delta I, كبير, delta V est changement de delta V, il y a petit. Donc, tout le monde est en delta V, tout le monde la régulation est meilleure.
Donc, il y a le rapport delta V sur delta I, ou la dérivée de dV sur dI dans la durée zénaire, c'est moi RZ. Donc, il y a RZ, c'est moi la résistance dynamique. Donc, il y a RZ, la résistance dynamique. Plus elle est petite, plus la régulation est meilleure. Donc, on se l'a dit, RZ est petite. Maintenant, comme sur elle, une diode zener qui est idéale. Une diode zener qui est idéale. Qui va être le comportement de l'air? Ou le RZ de l'air est combien? Bon. Qui est le diode zener? Maintenant la courbe de l'air est combien? Une droite. Bon, il m'aille la chouette, mais t'as droite droite. Ou a dit qu'il y a une diode zener idée. Maintenant, il existe la réalité. Théoriquement, c'est moi idée. Fais-le comme tout le monde. RZ est la diode idéale, le bleu rouge. Combien? دلتا اي ما كاش ولا دلتا في ما كاش شوف انت شوف كيفاش يتهبط كاين دلتا اي ولا ما كاش ما كاش تما دلتا اي ما كاش شوف مليح دلتا في لي ما كاش دلتا في لي ما كاش تما زيرو ار زيد تما ار زيد زيرو دونك هذه كاركتيريستيك تاع ديود ايديا حنا دائما في الالكترونيك اون ديفيني دلتا في ما كاش راك تشوف هي تهبط برك ما تروح ني غوش ني دروات معناتها دلتا في يقعد كيما هو حنا دايما في الالكترونيك اون ديفيني ان كومبوزون ايديال من بعد حنا في لابراتيك نسعاو ولا يهمنا باش نقتربو من كومبورتمون ايديال مالغري كو كومبوزون ايديال عمرك ما راح تلحق له في لا رياليتي مي تكون عندنا اون فيزيون ولا يكون عندنا ان هدف نسعاو باش نلحقوا ليه دونك حنا في الحاله تاعنا تاع لا ديود زينر قلنا لا ديود زينر دلتا في تاعها الي نول الارز تاعها نول لا ريسبونس ديناميك الي نول دونك حنا يهمنا في لابراتيك نقصوا من الارز بقدر ما نقدر دونك ارز كيما قلنا كل ما تكون ارز صغيره كل ما تكون لا ريغولاسيون ميور فهمنا dire une application numérique. بون كملوا هنايا طابلو بلون هذا يبان لكم ان طابلو بلون ما فيه والو واش يبان باش طابلو او يبان باج
بون نكملو. دونك قلنا بلي لا ديود زينار باكور تاع حاجة هكدا، قلنا بلي هادي ستيون ديود زينار ريال دونك اي زيرو في زيرو، اي ان في ان. On a le rapport I1 moins I0. Oh, pardon. V1 moins V0 sur I1. Moins I0. اللي هو نقدروا نسموه دلتا في سور دلتا اي، ولا لا ديريفي دو في بارابور اي سميناه لا ريزيستونس ديناميك ار زد. قلنا باللي ار زد بليس الي بوتيت بليس لا ريغولاسيون اي ميور. مش هذا لو مو ريغولاسيون واش معناته؟ كومبورتومون ولا كنت حاضر من الدبي تاع الكور؟ لا اليوم جيت روطار شويه. صح، قلت لكم لا ريغولاسيون، قلنا اخر مره في الفيتراج، اخر مره شفنا الفيتراج قلنا ابري فيتراج تحصلنا على ان سينيال هكذا هكذا، قلنا احنا الهدف تاعنا نتحصلوا على ان سينيال كونتينيو ستابل. وي هذه لوبيراسيون اللي تحول لي هذا السينيال الى هذا اسمها لا ريغولاسيون. اه داكور يا بك. قلنا ثاني بلي لا ديود زينار اون ديود زينار ايديال لا كورب تاعها دي تاعها كيما راني دايركم بالروج، دونك هذي ايديال. ايديال معنتها دلتا في سور دلتا اي تيكالا زيرو، باسكو دلتا في اي نول، معنتها ار زاد تيكالا زيرو. صح، نحاولو نديرو لابليكاسيون نوميريك. نفترضو عندنا اون ديود زينار عندها اون ريزيستونس ديناميك ار زاد تيكالا دي اون. دونك هاد لا ديود زينار الكورون تاعها تبدل بار 10 ملي امبير، مثال كان 20 ملي امبير ولا 30 ملي امبير، ما يهمناش، ليسونسيال شونجمون الكورون تاعها اللي يجوز فيها تبدل تبدل بار 10 ملي امبير. دونك هذا الكورون اي تاعي، وهذه لا طونسيون انفيرس في. وناخذهم بوزيتيف، مالغري كو نخدم في ريجيم انفرس ناخذهم بوزيتيف. دونك دلتا اي تاعي تبدل 10 ملي امبير. دونك سؤال، لا طونسيون زينر تاعي دلتا في شحال لا فارياسيون تاعها؟ ديرو ار زد فوا دلتا اي. صح، ار زد فوا دلتا اي دونك ايكالا 100 ملي. بون لا طونسيون انفيرس تاع الراديو تاعي تبدلت 100 ملي فولت بسبت لا ريزيستونس نون نول، دونك سي ديود ريال ديود زينار ريال لا ريزيستونس ديناميك تاعها ماشي زيرو، وبسبت ثاني الشونجمون دو كورون اللي صرا. دونك مثال اذا كانت لا ديود زينار تاعي 12 فولت ابخي لو شونجمون دلتا اي راح تولي لي 12.1 فولت. دونك لا ديود ماشي ان با بارفيت. بون دوكا نشوفو بريمي سيركوي تاعنا.
دونك بريمي سيركيت هنا دونك عندي هنا انتونسيون في ان انتونسيون نون ريغولي دونك تقدر تكون كيما لا تونسيون اللي شفناها لا دينيغ فوا في الفيتراج دونك اون تونسيون دي سي كي بريزون دي فليكتواسيون دونك اون تونسيون دي سي نون ريغولي دونك عندي اون ريزيستونس ار هنا عندي لا ديود زينر تاعي هنا عندي اون شارج دونك اون سارتان شارج دونك ان كومبوزون دونك هادي لاتير تاعي لا شارج تاعي عندها اون تونسيون في اوت كورون يجي يجي لا ريزيستونس يسموه اسمو اي تي كولون تاع لا ديو تاعي نسموه اسمو اي زاد الكورون اللي تكونسومي لا شارج تاعي ايغالا اي اوت دونك عندي هاد لون لا تونسيون تاع لا ديو زينر تاعي نسموها في زاد بون قبل ما نتعرفوا من على هاد السيركوي بون السيركوي لي سامبل وشنو هي العلاقة بين لي كورون تاوعي؟ لا ريلاسيون اونتر لي تخوا كورون توتال ايكالا اي اوت بلوس ايزد صح اي اوت بلوس ايزد دونك كورون تاعي اي توتال لي دوس لا ريزيستونس راح يتقسم اونتر لا ديو زينر و لا شارج تاعي دونك هاد لا كورون دو شارج تاعي اي اوت هو الكورون لي دومونديه لا شارج دونك سا ديبون لا شارج تاعي شحال تكونسومي تقدر تكونسون تقدر تحتاج 100 ملي امبير بعد تولي تحتاج 200 بعد تطلع حتى 100 امبير سا ديبون وعندي اي زاد تاعي كورون تاع لا ديود دونك هادي لا ريلاسيون اونتر لي ديود وشنو العلاقه ما بين لا طونسيون في زاد ولا طونسيون في اوت تاع لا شارج ديالي ليغاليتي دونك في زاد هي نفسها في او دونك هنايا نورمالمون تبدا تبان لكم لا ريبونس تاع السؤال عطيت لكم مع الاول دونك كومو اكسبلواتي لا ديود زينر في لا ريغولاسيون دونك كيما راكم تشوفوا لا طونسيون تسورتي تاع لا شارج ديالي هي نفسها لا طونسيون زينر معناتها اذا كانت لا طونسيون زينر ستابل La réunion est de retour. Oui. Toutes les 40 minutes. La réunion est de retour toutes les 40 minutes. Oui, exactement.
كملوا. دونك قلنا لا ريلاسيون اونتر دي زاد دي في اوت هي ليغاليتي. في اوت هي نفسها في زاد. دونك اذا قدرت نحافظ على ستابيليتي تاع في زاد تاع لا ديود زينر، دونك جو بو افوار سيت ستابيليتي لا تونسيون دو سورتي في اوت. دونك كوم سا جو بو اكسبلواتي لا كاركتيريستيك لا ديود زينر. دونك عرفنا على لي ريلاسيون اونتر لي كورون اي اونتر لي تونسيون. نزيدو اون اوتر ايكواسيون اي تي كيفاش نقدر نكتبها؟ كيفاش نقدر نكتبو اي تي؟ شكون عاملين لا فورمول تاعها؟ نكتبوها في ان سور ار على ار 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 في اوت في ان على على ار بلس في اوت في ان سور ار. تقول لي في ان سور ار اسكو في ان راهي مابليكي على ار كومبليتمون على ار؟ لا لا دونك كيفاش شكون يقدر يقول لي؟ دونك هادو ما هادو حوايج تاع بريمي شابيت ما تعرفوه. دونك اذا اعتبرت هاد البوان ان ولا اعتبرت البوان بي، دونك اي تي راح تكون في ا موان في بي سير سير كوا سير ا على وضون في ا. في حالة تاعي هذه شكون؟ شكون هي في ا؟ وفي بي؟ في ا ولا فيزا. قلنا في اوت هي نفس فيزا. اذا فيزا تاعي لا طونسيون فيزا تاعي اللي راح نيتودي كو جو فو ايتودي سا ريغولاسيون ولا سا ستابيليتي تي دوني بار في ان موا ار اي تي. في زاد نقدر نكتبها في ان موا كي نرمبلاسي اي تي با سا فالور اي زاد بلس اي اوت. دونك عندي هاد ليكواسيون في رايكم نتوما كي تلاحظوا السيركوي تاعنا هذايا نتأملوا مليح في ان نتأملوا الكورون دو شارج اي اوت ونشوفوا التأثير تاعهم ولا لانفلونس تاعهم على فيزا. في رأيكم نتوما اسكو فيزا تقدر تقعد كونستانت مهما يكونوا لي كونديسيون تاع السيركوي تاعها؟ دونك سؤال فيزا دونك ايتال توجور كونستانت ou la stable? Ça ne change jamais, c'est très stable. VZ est très stable. Ça ne change jamais, VZ. Mm-hmm. Ou les autres? Je comprends déjà où d'accord. VZ n'est pas constant. Pas constant. Je comprends déjà où d'accord. VZ. Ah? كونستانت. لو كان في ان تبدل سا ديبون في ان على حسب كيفاش تكون. سؤال لوسكو في ان فاري لوسكو في ان فاري كيل اي لانفلونس دو سيت فارياسيون سور في زد؟ هاي
في زاد تبدل على حسب الاي زاد. وي في زاد تبدل على حسب الاي زاد صحيح. كي تشونجي الفي ان ما تاثرش على الفي زاد. ما تاثرش بصح هاد لي هاد لي كواسيون واش غيتقول؟ سنتين ما سمعتكش. يبقى كونستون تسمى الفيزا الفيزا مهما يكون واحد اخر يتبدل يبقى هو صح صحيح. لو كان يبقى اي زاد كونستون فيزا يقعد كونستون. تاع واش يضمن لك يتبدل كي يتبدل في ان الاي زاد يتبدل ولا لا؟ لا يتبدل. علاش يتبدل؟ بصح شيخ قلت لنا باللي الديود عندي ايديال. انا قلت لكم لاديود هذه ايديال ما قدرش نعرفوا لازم نشوفوا من في ان كيفاش ما قلتكمش ايديال ما قلتش كي تبدل في ان افترضوا في ان تبدل واش يقدر يصرا؟ قادر تقول لي بلوكي الفيزا اسكو اي زاد اسكو اي زاد يتبدل ولا لا؟ يتبدل. شوفوا عندي اي تي اللي هي اي زاد بلس اي اوت يساوي في ان موان في زاد سير ان. دونك اذا تبدلت في ان مازال ما هضرنا على في زاد تبدلت في ان دونك في هاد لو تيرم واش يتبدل؟ تبدل اي اوت ولا اي زاد؟ تبدل اي زاد. هذه سي شارج تجبد الكورون غير اللي تحتاجه. دونك اذا كان تحتاج مثلا 100 ملي امبير كورون دو شارج تاع راح يقعد 100 ملي امبير ماهوش حيتبدل مالغري كو في ان راه يتبدل. بون في ان راه يتفليكتوي عنده فليكتواسيون دلتا في اسمها دلتا في ان. دونك يتبدل في ان في ان زادت اي تي واش صرالو؟ يزيد ولا ينقص اي تي؟ يزيد يزيد. دونك هاد الزيادة وين تصب؟ تروح لإي زاد ولا تروح لإي أوت؟ تروح لإي زاد نورمال. تروح لإي زاد لأنه إي أوت قلنا تجبد غير بالقدر اللي تحتاجه. إذا كانت تحتاج 100 مليون بحت تقعد 100 مليون بحت. دونك الكورو هذا الزيادة وين حيروح؟ راح يروح لإي زاد. وكي تبدل إي زاد واش يتبدل ثاني معاها؟ الفيزا تبدل الفيزا. دونك لاطونسيون تاعي راح يكون عندها شونجمون. دونك هذه المره السبه ولا البرومي فاكتور لي فليكتواسيون دو في ان دلتا في ان. دونك هذا برومي فاكتور. دوزيام فاكتور وشنو هي حاجه واحده اخرى اللي تقدر تسبب لي الشونجمون تاع في ان باردون شونجمون تاع فيزا؟ تعقد لا ليسونس دير مشكل. مي حنا في حاله تاعنا نعتبرها كونستانت لايسونس نورمال ماشي حيتبدل. لا لا كنت كي تخدم ريسونس وحده تخليها سيتو انا في لاباس فريكونس دونك لا ريسونس نعتبرها كونستانت في لا بلو بار دي كا لا ريسونس كونستانت. نادرا نادرا وين فريمون في لا تخي تخي او تخي كونس مي حنا بعاد على هذاك الشيء. دونك لا ريسونس كونستانت. دونك شنو هي الدوزيام فاكتور ولا الدوزيام بارامتر اللي اثر لي على لا طونسيون فيزا تاعي؟ اي توتال اللي يدخل اي توتال داخلين فيه دو كورون ما يتبدلش وحده. دونك شنو هو الدوزيام بارامتر ولا لا دوزيام فاريابل؟ كورون دو شارج يقدر يتبدل ولا لا؟ اي توتال مو اي اوت اي دلتا اي اوت. قلنا مع الاول عطينا مثال لا شارج تاعي من قبل كانت تجبد ولا كانت تحتاج 100 ملي امبير. بون مثال برك مثال افترضون تليفون اللي راهو اون فاي. دونك تليفون راهو اون فاي مور حيكونسومي بزاف. مثال شعلته ولونسيت اون فيديو ولا ان جو دونك لا كونسوماسيون تبدل ولا لا؟ وي دونك راح يولي يجبد مثلا نقولوا 500 ملي امبير. دونك تبدلت اي اوت تاعي. كي تبدل اي اوت واش يصرى؟
توتال يتبدل. الميزان. بون نعطي مثال واحد اخر خير، ندير قولوا العكس. هيا تفهموا خير، كانت تجبد 500 مليون فار، دونك التليفون تاعي مثلا كان يمشي، كان يشعل، بعدها ولا اون في. دونك دلتا ينقص، كان 500 مليون فار طاح ل 100 مليون فار. هكذا. دونك هذيك لا 400 مليون فار وين تروح؟ تروح للاي زاد نورمال. نفكركم حاجه برك، هذه هي مبدئيا هاد بارام اعتبروه تقريبا كونستون، هاد كورو كونستون ايه ولا لا؟ بون كاين دي فارياسيون، مي دي بيت فارياسيون. الكورون توتال تاعي فيكسي باغ سا باغ هاد لا ريزيستونس. دونك هنا الكورون دو شارج تاعي كان 500 مليون بار ولا 100 مليون بار، 400 هذيك وين حتروح؟ باسكو هنا توجور عندي لاسوم، عندي لاسوم اي اوت بلوس اي زد. دونك دام الكورون تاعي التوتالي فيكسي 400 مليون بار هذيك راح تهبط تروح لي ديها لا ديود. دونك حيكون عندي ان شونجمون تاع اي زد، ان شونجمون تاع اي زد يتبعو ان شونجمون فيزا. دونك نعاود باختصار، لي فليكتواسيون دو اي زاد دو اي زاد كورون دو لا ديود اي انسي دو في زاد سون كوزي باغ دو فاكتور. بريمي فاكتور هما لي فليكتواسيون دو لا تونسيون دونتري في ان ولا دلتا في ان، اي لي فارياسيون دو كورون دو شارج دلتا اي ان. نسيتي كل حاله وحدها. On veut ou là on essaie d'estimer l'influence de la tension Vin sur la tension Zener Vz, donc delta Vin. Donc là on a et out, on a constant. Donc et out est le premier cas, on a la consommation de la charge est constante. دونك ندير ليكواسيون تاعي اللي كتبناها من قبل، نعاود نحطوها هنا من الفوق. قلنا في زاد تيكالا في ان موا ار و اي زاد بلس اي اوت. دونك نحاول ندير نحاول ندخل اون فارياسيون دلتا في كاع لي بارامتر تاع لي زيكو تاع ليكواسيون تاعي هذه. قلنا اون فارياسيون تثبت دلتا في ان تاعي. دونك قلنا كي تبدل دلتا في ان، قلنا تبدل معاها دلتا اي زاد كيما شفنا، دلتا اي اوت مادام ناخذوها كونستون نعتبروها نول. Égal à delta vz. Donc un changement delta vz est égal à delta v1 moins r delta d'achlo delta iz plus delta i out. On a comme i out n'est pas constant, donc delta i out va aller à 0. Donc cette équation je vais te dire delta v1 moins r delta iz. شفنا مقبل قلنا delta iz كيفاش نقدر نكتبوه؟ شكون يفكرني؟ شفنا باللي دلتا في اوت دلتا في زد سير دلتا اي زد دلتا في زد سير دلتا اي زد تيقالا ار زد. دونك نقدر نكتب هذه هي دلتا في ان موان ار فوا
دلتا في زد شير ار زد هكذا. دونك هنا عندي دلتا في زد، دلتا في زد تاعي نجبدها فاكتور كومان 1 بلس ار سير ار زد تيكالا دلتا في اي. دونك هذه منها نتحصل على دلتا في زد سير دلتا في ان تيكالا ار بلس ار سير زد ار زد سير ار بلس ار زد. دونك هاد بارامتر يسموه فاكتور دو ريغولاسيون امون، بالانجلي يقولوا له لاين. دونك هاد بارامتر واش يقول لي؟ اللي هو ار زد سور ار بلس ار زد، يقول لي كومبيان لا طونسيون زينر تاعي فاري بارابور او فارياسيون ولا او شونجمون دو لا طونسيون دونتري في. دونك هاد بارامتر اي تري امبورتون. دونك يعطيني العلاقه ما بين لي شونجمون دو دلتا في زد دو او فارياسيون دو دلتا في اي. دونك هذه الحاله الاولى ولا هذا بريمي بارامتر. دوزيام بارامتر بي عندي دلتا اي اوت، وانا في هذه الحاله نعتبر في ان كونستانت. دونك نعاود نكتب ليكواسيون تاعي. دلتا في زد تيكالا دونك لي شونجمون لا طونسيون في زد عندي شونجمون دلتا في ان موان ار دلتا اي زد بلس دلتا اي اوت. هذه بشحال تراك؟ شحال دلتا في ان؟ كونستون. دونك شحال دلتا في ان؟ زيرو. زيرو. دونك هذه تعطيني موان ار دلتا اي زد، قلنا نرومبلاسيوها با في زد سور ار زد بلس دلتا اي اوت. دونك نجيب الدلتا في زد فاكتور كومان 1 بلس ار سور ار زد لوتر كوتي يبقى يقعد لي موان ار دلتا اي اوت. دونك هذه تعطيني دلتا في زد سور دلتا اي اوت تلقاوها بالموان موان ار 3 RZ sur la somme R plus RZ. Donc la licence parallèle est entre les deux. Donc, quel paramètre ici moi? Donc, facteur de régulation aval. Ou la bon anglais, load regulation. دونك هاد بارامتر يقول لي اكل بوان لا طونسيون زينر تاعي فاري بارابور او فارياسيون دو كورون دو شارج.
Donc, il y a le data IA تاعي, courant de charge تاعي, تبدل ب 100 mAh, 200, 300, data visa, شحال راح يكون changement تاعها. Donc, كيما شفنا, les changements, سواء في le cas A ou le B, dépend des deux résistances, RZ et R. شو عنده سؤال؟ عنده سؤال يتفضل. ما سمعتكش مليح عاود. Est-ce que tu recordes la séance? Ah, une recordée. Merci. Bon, qu'est-ce que tu as? Ça va être pour l'examen. Inch'Allah. Ça va être bizarre. نورمال شوي شوي دونك تبتدي تفهم واخا ان شاء الله. شو واحد البغوية كان واحد يجي مع دول البروية دونك واش نحاولوا نديروا باش نكملوا هذا الشابيتر نتعرفوا على اوتر تيب دو ديود ومن بعد الوقت اللي يقعد لنا ان شاء الله نبداو لا سيري تيلي باش نربحوا دونك رابيدمون نقولوا 3 4 autre type de diode. Bon, نعطيكم trois types de diode, هما المعروفين بزاف, هما اللي حتلاقاو ان شاء الله بهم في لافونير اكثر. Bon, premier type ما تعرفوه لي ليد. جاز عليكم هاد لو تيرم ليد. صح. LED هي light emitting diode. دونك يرمزوا لها دونك في لا بريمير سيري تاعنا شفنا سيركوي اللي فيه اون LED. Donc, mettre là, on a une batterie, une résistance de protection, on a la LED. Là, la LED, on a light emitting diode, donc, on a le studio. Maintenant, le courant est juste un seul sens. Donc, le courant est juste un seul sens. Parce que la diode est bloquée. La première caractéristique qui est différente par rapport à une diode standard, il y a la lumière. Donc, il y a des diodes qui suivent un courant I. Un courant I qui a une lumière. Il y a des lumières. Il y a le rouge,
vert, jaune, orange. Non, monsieur, d'allume dopage lumineux. Anab? هذا اسمه داروا لهم دوباج لومينال ولا كيفاش باش ولاو داروا لهم دوباج دوباج والله غير راعي علمي علمك كيفاش مخدومين اسونسيال فابريكاسيون تاعهم ديفين على اون ديود ستوندر دونك هذا السؤال يدخل اكثر في لا فيزيك دونك يجوز فيهم ان كورون اي يعطوني لوميير قلنا هنا عطيت لكم هنا دارني اكزومبل لانفراروج شكون يعطيني ان اكزومبل كي تسمع كلمة انفرارو وش يجي في بالكم في التليكوم شفتوا الطرف تاع التليكوم التليكوم من القدام كيف وش يجي فيها يجي فيها حاجة تشبه اون امبول هكذا صغيرة شعل بالاحمر بون كاين اللي يشعلو كاين ما يشعلوش هما لا بليبار ما يشعلوش وي دونك هادوك سي ديلات سي ديلات اللي يبعثوا لوميير انفراروج معناتها ما تشوفوهاش بون دي فوا بون كاين اللي تشوفوهم بالاحمر دي فوا مي لا بليبار ما تشوفوهمش انفراروج بون قلنا لا فيما كاركتيستيك هي يجوز فيها كورون تعطيني لوميير ماشي تسمى هنا زعما في السيركوي هذا لو كان عندنا اون لومب اون لومب يشعل بان اوتر كولور واش تقصد اون لومب تقصد لي لومب العاديين تقصد لي زومبول صغار اللي نعرفوهم هذوك العاديين اها وشنو السؤال تاعك انت قلت ان تبدل لا لوميير هذه الديود تتبدل على حساب النوع تاع لا ديود معناتها كي تجي تشري ديود ولا كي تشري اون لاد انت دوموند انت تبريسيزي واش راك حاب تحب اون لاد روج فار انسي دو سويت دونك على حساب الماده اللي مخدومه منها لا ديود وي ماشي صافي مو لا فابريكاسيون تاعك كيفاش تخدمت تبدل معاها لا لوميير ايميز دوزيام كاركتيريستيك هي لا طونسيون ديريكت سموها في اف ولا في دي كيما تحب لا طونسيون في اف لي لاد تكون اكبر منها لا طونسيون في اف ولا في دي لي ديود ستاندار شحال قلنا في ديود ستاندار لا طونسيون دو سول وين تكون تقريبا شحال 06 ولا 07 دونك تكون اوتور دو 06 07 فولت في لي لاد تلقاوها 1.7 فولت او 1.5 فولت او حتى 2 فولت ليكزارسيس اللي درنا شفناه في لا بريمير سيري شحال خديناها لا طونسيون او بون دالات شكون اللي شافها واش سي جو مارابيل بيان لا كان ديناها دو فوا دونك هذا الفرق الثاني ما بين اون ديود لات ما بين اون لات وما بين اون ديود ستاندر دونك لا شوت دو طونسيون ديريكت ولا تكون كبيره دونك 3 فوا plus important, la plus grande. Arrêtez de vendre. Donc, alors, je vais vous donner un coup à la lèvre. Bon, le B, l'axe de la lèvre, c'est le moment des photodiodes. هاد الفوتو ديود سيمبول تاعها دي فلوش مي لو سونس تاعهم يكون سونس كونتر معناتها هاد اه باردون باردون مسيو وي سيمبول هادو امريكان ولا اوروبيان ما سمعتكش لي سيمبول هادو تاع لي ديود على حد علمي هادو ما يونيفرسال ما فيهمش امريكا ولا اوروبيا على حد علمي لي ديود كاع يخدموا بسيمبول واحد سواء في اوروب ولا في امريكا دونك هذه فوتو ديود ومقبل في لايلات كان لو سونس تاعنا كان هكذا دونك كان كي يدوز فيها كورون
تعطيني لوميير. La photo diode l'axe qui joue via une lumière, t'as atteint un courant. Le courant t'a été inverse. Mais d'être comme qui est mazéna. Le courant t'a été le sens inverse. Bon, la caractéristique qui est en l'eau. Je connais que d'ailleurs une méthode. Une application qui a la caractéristique. Je connais que d'ailleurs une méthode. L'énergie solaire. Énergie solaire. Où il y a les panneaux photovoltaïques. Photovoltaïque. Donc, avec les panneaux, à la base, là, à l'origine, fait un grand nombre de photodiodes. Donc, avec les photodiodes, laisse-moi des cellules photovoltaïques. Et là, la lumière ta chems. Il y a un des courants. Le courant allait charger les batteries. Monsieur, qui m'a dit qu'il y a une calculatrice? Calculatrice? Tu as un peu de carrière? Il y a un peu de temps. Bonjour. Il y a un peu de temps? Oui. Ah, je suis comme je dis. Je vais aller un peu de carrière, ça. Il y a une vidéo qui fait les photos aussi. Il y a un peu de temps. Il y a une énergie solaire. Oui, il y a de l'électricité qui met jusqu'à un pied. C'est juste. Donc, je vais la lettre. Je vais faire la photo diode. Troisième type. La diode. Schottky. سمعتوا بها من قبل؟ نو لا ديود شوتكي يرمزوا لها وكذا الرمز تاعها ديود شوتكي دونك عندها دو كاركتيريستيك différent par rapport au diode standard. Bon, maintenant on va faire comme le contexte. Tu as la partie, tu as le cours. On a quitté notre chapitre, on a donné à la diode standard. Donc, la diode de la vie, elle est le lit de la vie, comme les autres types de diode. Bon, l'homme est là, je suis la diode Zener. On a la diode Zener, c'est la régulation. Je suis là. La LED, il t'a donné la lumière. Je fais une photodiode. Je te l'ai une lumière, je t'a donné un courant. Donc, il y a un jour la diode Schottky. La diode Schottky par rapport à la diode standard, elle a deux caractéristiques. L'oula, VF, faible. La tension, la chute de tension directe, VF. La VD, ou la simbora V sur les verbes, les diodes Schottky conseillera par rapport au diode standard. Donc, il y a quand même la diode standard 0,6, 0,7, Schottky con 0,4, 0,5. Donc, ça dépend de la valeur du courant. Mais l'essentiel, c'est qu'on est inférieur à celle de la diode standard. Faire comme tout le monde. Fais te fidèle, il y en a qui ont la tension directe inférieure. Ou les qui ont la tension directe, c'est rare. Par rapport à la diode standard. Où est-ce que tu as fait d'un protection. Protection. Où est-ce que c'est protection? Donc, on a une diode normale. Le tardo, bien sûr, il joue sur un courant 1 ampère. 1 ampère, 1 ampère. Donc, elle dit VF t'a atteint 0,4 volts. Ou standard VF t'a atteint 0,7 volts. Où est-ce qu'il y a une faire? La régulation. Faire la dissipation de puissance. Donc, elle dit VF, la diode Schottky.
نحصل عليها 0.4 فوا 1 400 ملي وات. دونك راح ديسيبا فيها 400 ملي وات. باغ كونتر لا ديود ستوندار راح ديسيبا فيها 700 ملي وات. دونك لا ديود شوتي خير من لا ديود ستوندار. لا ديود الهدف منها هو انها تخلي الكورون يجوز في ان سول سونس برك. هنا ديود ايديال هي لا ديود اللي شي لا شوت دو طونسيون تاعها ولا طونسيون دو سوي تاعها هي تكون نول. ماذا ما كنت تشوف لا ديود شوت كي 0.4 بلو بروش او 0 على 0.7 اكثر من 0.7. هذا كيكون 0.4 يكون قريب لا ديود ايديال اكثر من لا ديود ستوندار. لا ديسيباسيون في هذه الحاله كانت 400 ملي وات وهنا 700 ملي وات. دونك في هذه الحاله ديود شوت كي خير من لا ديود ستوندار. دونك هذا الفرق الاول قلنا لا ديود لا شوت دو طونسيون في اف تكون بلو فاب بارابور لا ديود ستوندار. الميزه الثانيه كوميوتاسيون كوميوتاسيون رابيد. واش نقصد كوميوتاسيون رابيد؟ لي ديود اي ديود لما تكون باسونت. دونك كون باسونت ومن بعدها تولي بلوكي ولا العكس بلوكي تولي باسون. هاد الباسكولمون ولا هاد لا ترانزيسيون ما تصراش انستونتانيمون. كاين ديلي وسموه دلتا تي. دونك هاد ديلي بيان سور اي لي فاب دونك يكون بلي نانو سكوند لي ميكرو سكوند. مي كاين ديلي دونك هاد لا ترانزيسيون ما تكونش انستونتانيمون. دونك لا ديود كانت بلوكي ابليكيت عليها طونسيون كبيره على طونسيون دو سي ولات باسون. قلنا هاد لي ترانزيسيون دو ليطا بلوكي فيغ ليطا باسون ما يكونش انستونتاني وانما كاين ان بوتي ديلي اللي لازم يجوز باش تبدل ليطا تاع لا ديود. هكذا نرجعو دوزيام كا. نكملو دونك كنا نهضرو على دوزيام كاركتيريستيك تاع راديو شوتكي. قلنا كوميتاسيون رابيد قلنا الي بلو رابيد كو لا ديود ستوندار. واش معناتها؟ معناتها اذا كانت لا ترانزيسيون مثال إذا كانت لا ترانزيسيون اون ديود ستوندار صرا بوندون ميثا نقولو 100 نانو سكوند اون ديود دونك لا ترانزيسيون من باسون بلوكي ou l'un bloqué passant. On est d'air pendant un délai delta t, delta t, mais qu'on est instantané. Donc, elle est delta t. Il y a quand même un pour une diode standard. Et maintenant,
100 nanosecondes pour une diode. شوتكي قيمة تكون دي نانو سكوند دونك هذه ارقام برك انا مديتها دونك ماشي معناتها يديو شوتكي كاع 10 ولي ديو ستوندار كاع 100 نانو سكوند دونك انا باش تعرفوا لا رابيدي تاع كوميتاسيون دونك مفهوم هاد الكاركتيريستيك وي صح دونك قعدنا 10 دقائق نعطيكم سؤال في رايكم كيفاش نقدر نستفيد من هاد لا رابيديتي تاع لا ديود شوتكين كون يقدر يتخيل ان اكزومبل وين تهمني لا كومونيكاسيون رابيد بروسيسور واش تقصد بروسيسور Bon, j'espère que je rate chez ma terre. Donc, il y a une charge. Mithel, horloge. Une horloge temps réel. Donc, quand l'horloge temps réel est, il y a une alimentation. Donc, l'alimentation est là, Gini. Une source de tension, il y a 3,3 volts. Agda. Mais, il y a une coupe d'électricité. Rahat électricité. L'horloge est arrivée sur la. Tagus. Ah? Tagus. Nous avons la batterie. Donc, on a une horloge. طونغيه معناتها ساعة، ساعة تزيد عادي مثلا 8 23 ثواني دونك ثواني زيدوا 33 34 ومن بعد زيدوا دقائق وزيدوا سوايع زيدوا سوايع دونك سي نورمال سامبل اورمال دونك هاد لورلوج تاعي قلنا الوريجين اي اليمونتي باغ اون تونسيون سور دو تونسيون 3,3 فولت لو كان تكوب عليها تريسيتي لورلوج تاعي تطفى دونك كي تطفى ساعة تاعي وصلها دي ريغلا شي تحبس تعاود تولي زيرو بون هذا معليش هذا تيب سبيسيال دورلوج دونك تعاود تولي زيرو دونك باش ناسيوري لورلوج تاعي جامي تعاود تولي زيرو ندير اون باتري الهدف تاعي انه كي تكوبا الكتريسيتي كي تروح تريسيتي
لا باتري هي تاخذ الضوء. معناتها في الحاله العاديه لا ليموتاسيون كون جيني كورون تاعي يكون يجيني من لا سورس 3 فيغي 3 فولت راح كيليكتريسيتي لازم الباتري اوتوماتيكمون تولي هي اللي تخدم. هي تمدي كورون تاعي وهي تعطيني كورون وبيان سور لورلوج تاعي تكمل بصوره عاديه ما دام ما تحسش كاع. الساعه تاعي تقعد تحسب عادي دونك لورلوج تاعي 3 فولت. كيما شفتو هنايا راني داير دو ديود دو ديود شوتكي. شكون يقدر يفهمني كيفاش يخدم هذا الموطور؟ هي ديود شوتكي قلنا الكاركتيريستيك تاعها انها لا رابيديتي. قبل ما نهضروا ديود شوتكي ولا ديود واحده اخرى هذا الموطور كيفاش يخدم؟ كي تحبس لا طونسيون تاع 3.3 فولت تقول لها البوت. كيفاش تصاوب؟ بيرو لي ديود كيفاش يخدموا؟ بعدا شكون يكون باسون؟ بعدا وين؟ مع الاول وشنو؟ مع الاول تاع 3.3 ودي دو تكون بلوكي ودي ان تكون باسون. راه بيان وعلاش؟ خاطر عندنا ديود سونس انفيرس يا خاي السيركوي تاعها راهي ما تقدرش تجز الكورون من جهتها من جهة دي دو. وعلاش ما يقدرش؟ شيخ انستالاسيون تاعها في السيركوي ما بلوكي شيخ ما تقدرش تجز من التبع. ماشي هذا هو السونس تاع السونس تاعها ما يقدرش. بون نص الجواب الاول تاعك صحيح مع الاول دونك دي ان باسونت ودي دو بلوك هذه كي تكون كاينه 3 ميجا 3 تاع التفسير تاعك غلط. دي دو لازم تكون بلوكي في الاول. وي بصح علاش تكون بلوكي؟ شي لازم تكون بلوكي لازم انا ناسيوري تكون بلوكي. دونك كيفاش السيركوي كيفاش السيركوي ياسيوري لي باش دي دو تكون بلوكي ودي ان باسونت؟ السونس تاع كورون. السونس تاع كورون ما فيش مشكل. روماركيو الفرق تاع لا طونسيون هنا عندي 3 فيغي 3 وهنا لا باتري هاي 3 في تاع دي 2 صغير على دوك لا نوت. دوك نفترضوا نقولوا دي راهي باسونت هكذا هنا 3 فولت 3 فيغي 3 فولت انا راح تكون قريبه 3 فيغي 3 فولت. بون الكور يكون نيجليجابل دوك لا شيت دو طونسيون تكون صغيره. دوك هنا واش حتكون عندي 3 فيغي 3 وهنا عندي 3 دونك دي دو واش صرالها؟ بلوكي دي تكون بلوكي. لا طونسيون في لا كاتود تكون كبيرة على لا طونسيون في لا نوت دونك دي دو تكون بلوكي. في حالة ما تكون بات لا ليمونتاسيون تاعي راح تريسيتي وش يصرى؟ اتونسيون الاولى تحبس وتجوز الدوزيام. دونك هذه اللي كانت 3 فيغيتا واللي كانت هي تبلوكي لي دي دو تروح خلاص. بون دي ان خلاص تولي ماكاش بيست ماكاش كورون واللي كانت بلوكي لي دي دو تروح دونك دي تولي هي باسونت. بعد الكورون اوتوماتيكمون يولي يجيني من لا باتري ويا لي مونتي لورلوج تاعي. دونك سؤال هنا علاش نحتاج ديود شوتكي؟ علاش ماشي ديود ستوندار؟ على جالا رابيد. على لا كوميتاسيون رابيد. دونك قلنا في الاوريجين كان دي ان باسونت دي دو بلوكي راح كيليكتريسيتي ولا كوبير دي الكتريسيتي تولي لي دي ان بلوكي دي دو باسون. دوكا السؤال لو باسكولمون دو دي دو دو ليتا بلوكي في ليتا باسون راح يصرا في ان ديلي دلتا تي هكذا. لازم هاد ديلي دلتا تي لازم يكون اصغر ما يكون. علاش؟ باش ما تفاليش لا شارج تاعي. تخيل انت لو كان دلتا تي لو كان لا ديود باش تولي باسون تاخذ لي مثال اون سكوند. دونك ما تجي تجوز اون سكوند حتى تجوز اون سكوند باش تولي باسون. دونك سي ترو طار باسكو لا شارج تاعي تكون طفات خلاص والله لوش تاعي دي ريغلات ولا زيرو.
دونك هنا علاش نستعمل ديور شوت كي باسكو الباسكيلمون تاعها رابي. دونك لا ديور تاعي الباسكيلمون تاعها يندار ان ديلي كي تري براف ولا تري كور. معناتها لا ديور تاعي تولي باسون قبل ما لاشارج تاعي تطفى. فهم معناتها لو كان نستعمل ديور ستاندار يقدر الديلي تاعي مثال يكون 100 نانو سكوند. بون 100 نانو سكوند شوف بورتون نخدم دي ديلي صغار. بون 100 نانو سكوند معناتها ديسبونس موان 9 فوا 100 معناتها ديسبونس موان 7. مي شنو هذه ديسبونس موان 7 سكوند على باليش تقدر هذه ديسبونس موان 7 تطفى لي فيها لاشارج تاعي. دونك باش نضمن لاشارج تاعي ما تطفاش نستعمل اون ديود كي هي ان باسكولمون ولا ان كوميتاسيون رابيد. دونك سي بور سا نستعملو هنايا لا ديود شوت. دونك هذه سيون ابليكاسيون. لي زون ديلر هكذا تانيك ياك. نعم ميم فلون ديلر نخدمو هكذا ياك شاف. فلون ديلر فلون ديلر فلون ديلر فلون ديلر تكون اليمونتي ب 220 فولت اسي ومن بعد كي تكوبا لاليمونتاسيون تولي تجيب من الباتري باسكو لون ديلور فيه باتري لداخل. دونك لون ديلور اسكو فيه ديوت شوت كي جو بونس با شكيت. بون الله اعلم الله اعلم باسكو لي زون ديلور ولا كاع لي سيركوي اوت تونسيون. بون لي سيركوي كاع بون ماشي لون ديلور ديسبوزيتيف لي دي لاليمونتاسيون عند لون ديلور يكونوا فيهم دي كوندونساتور كبار مثال تاع 200 ميكرو فاراد. هاد لي 200 ميكرو فاراد لا شارج تاعهم تكون كبيره دونك يعطوني شويه وقت. دونك كي تكوب الكتريسيتي يكون عندي شويه وقت حتى لاش حتى الكونسونط تاعي هذا يفرغ يدي شارجي. علاش اسكو ما كي تشوفو دي زيكيبمون كي تكوبي عليه لاليمونطاسيون تشوف اون ليد ضو يطفى بالعقل ما يطفاش تمتم. جو با كو شايفينها ولا لا. كاين في كيلكو شارجور تاع لابتوب كاين دي شارجور تلقى فيهم دي ليد كي تكوبي الكتريسيتي على الشارجور تاعك تشوف لاليد هذيك تطفى غير بالعقل دونك ما طفاش انستونتانيمون. هذيك بسبه كاين كوندونساتور كوندونساتور دي فيلتراج لي يجي مون البون تاع لي ديود تكون لا فالور كبيره بزاف تاع لا شارج ديالو. دونك يعطيني اسي دي انرجي اون اتوندون لون ديلور برون لو رولي ولا هو يمدي لاليمونتاسيون. الله اعلم هذا هو التفسير باسكو ما شكي جو بونس با يوتيليزي ان سيركوي دو دو ديور شوت كي هكذا جو بونس با. شيخ معليش تعاود لنا هذيك الدي دو كيف بلوكيناها كيفاش بلوكيناها كيفاش كانت بلوكي على لوريجين. صح تخيل كل شيء طافي تخيل كل شيء طافي ما عندك والو دونك شعلت هنايا سيركوي شعلت لا سورس داليمونطاسيون تاعك 3 فيغ 3 فولت هكذا وي لا نوت تاعك هنايا هذه كانت 3 كي شعلت السيركوي تاعك هنا خرج لك 3 فيغ 3 فولت. دونك في الكاثود كان عندك 3 فيغ 3 وفي لانوت كان عندك 3. دونك لا تونسيون تاع الكاثود سوبيري على تونسيون تاع لانوت دونك لا ديود تاعك بلوكي. تسمى هنا نقدر شغل نديروها بالكورون. كيفاش ديرها بالكورون؟ بار اكزومبل الكورون تاع 3.3 فولت كبيره على تاع 3 فولت لي جوست لا 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 ماشي بالكورون بلا طونسيون بلا طونسيون لا ديود كوموندي بلوكاج ولا الباساج دو كورون تاعها كوموندي بلا طونسيون ماشي بالكورون. يا داكور دونك مادام لا طونسيون تاع الكاثود كبيره على الطونسيون تاع لانوط دونك هي بلوكي. دونك نحبسو و لي سو جروب لي عندهم معايا تيدي من بعد على 11 ان شاء الله.